السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما وعدناكم اللي احنا هنقدم لكم طريقة غسل الفراخ. النهاردة معانا فرختين، هنشوف مع بعض ازاي نغسلهم. نكون منضفينهم الاول، شايلين الجناحات اللي هو الضفر ده، وشايلين حوالين الرقبة ومنضفينها من جوه كويس. اول حاجة هنغسلها بالدقيق، نغسلها بالدقيق كويس من كل حتة، من الوش ومن الظهر ومن تحت الجناحات بالطريقة دي. ندعك فيها كده كويس. والتانية برضو نغسلها كويس بنفس الطريقة بالدقيق بالشكل ده. وبعد ما ندعكهم كويس بالدقيق ونغسلهم كويس، هنشطفهم وهنبدأ المرحلة التانية. كده عندي الفراخ بعد ما اتشطفت كويس من الدقيق، نبدأ نغسلهم بالملح برضو نفس طريقة الدقيق. هندعكهم بالملح كويس قوي من كل حتة، من الوش والظهر وتحت الجناحات. كده ومن جوه نغسلها كويس، والحته اللي بين الدبوس والصدر دي اللي بتبقى مفتوحه وبتبقى فيها زفاره يعني، نغسلها كويس. وهنغسل برضو التانيه بنفس الطريقه وهنشطفها ونشوف المرحله اللي بعد كده ايه. وبعد ما غسلناهم كويس بالملح، من الملح قصدي، هنعصر عليهم ليمون برضو كل حتة، من الوش والظهر ومن جوه الفرخة. بالشكل ده كده. ومن جوه زي ما قلنا بعدين هنرش عليهم ملح تاني، وهننقعهم في مية لمدة 10 دقايق. الطريقة دي ما بتخليش فيه زفارة ولا زناخة في الفرخة، وبتطلع طعمها حلو جدا. وبعد ما ننقعهم 10 دقايق هنبدأ نسلقها بطريقة برضو حلوة، تخلي شوربتها تبقى حلوة وتخلي طعم الفرخة حلو ومستوي وجوسي كده من جوه. هنشوف مع بعض ازاي. كده الفراخ بعد ما خلاص نتفت واتنقعت تمام جاهزة للسلق. غسلت برضو الكبد والقوانص بنفس الطريقة، دقيق وملح وليمون، ويلا بينا نسلقها. دلوقتي عندنا حلة سخنة قوي على النار، نبدأ ننزل بالفراخ تش كده تاخد صدمة. وحطيت التانية اهي، اول ما تتحرك بس معايا اقلبها على وشها الناحية التانية. كده قلبتها على الوش التاني وبرضو خدت التشميع. ابدأ احط البصل وورق اللورة والحبهان، وحط الفلفل الأسود، والكبد والقوانص، وحط ملح. وبعدين هحط المية المغلية.
واسيبها بقى لحد ما تتسلق. لحد ما الفراخ تتسلق، عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا بالنسبه للحوض. الحوض لازم لازم بعد ما الفراخ نغسلها فيه لازم يتغسل كويس قوي بالفري، وبعديه بنعقمه الحوض والحنفيه بالخل عشان البكتيريا اللي في الفراخ ما تتنقلش لاي حاجه تانية، فبنغسله كويس قوي بالطريقه دي. ودي الفراخ بتاعتنا بعد ما اتسلقت واستوت. الشوربة بتاعتها طعمها حلو قوي وريحتها تجنن يا جماعة. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، طريقة الغسيل وطريقة السلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.